انت تستجزني يا ابني، يا دوب عملت كده يا البنت اسئله الف رقبتي، يا دوب عملت كده راح تقل دماغي بالصين. انا مش عارف اعمل ايه، بنت كل يوم في ضربه وفي قال، بنت كل يوم في ضربه وفي قال. جات لي مره دماغها متدغدغه، مكسر عليها كرسي السفره ومتدغدغه، ورحنا القسم وعملنا المحضر وعملنا التقرير الطبي للاسف. ثواني، اهلا وسهلا مشاهدي كايرو لايف قناه القاهره 24. احنا مع حضراتكم من الان من محافظه الغربيه وتحديدا مدينه المحله الكبرى، حيث شهدت منطقه سكه زفته بالمحله الكبرى وقع ماساويه بعدما اقدمها عاطل بالتعدي على حماه مستخدما سلاح ابيض سكين، وذلك بعد ذهابه للاطمئنان على ابنته التي هتفته تستغيث به من بطش زوجها بعدما تعدى عليها بالضرب. احنا دلوقتي مشاهدي كايرو لايف قناه القاهره 24 مع المجني عليه. اهلا وسهلا بحضرتك، عرفنا بنفسك. انا محمد احمد حسن من المحله الكبرى، اسم تاني المحله. ايه اللي حصل؟ بالراحه. اللي حصل بنت متجوزه بقى لها 7 سنين، كل يوم ضرب واهانه. جات لي في يوم مره مدغدغ عليها كرسي السفره على دماغها ودمها غرقان، خدتها ورحنا عملنا المحضر وعملنا التقرير الطبي. ده الكلام ده كان امتى؟ الكلام ده من سنتين كده. فللاسف راحت سحبت المحضر من ورايا، قالت عشان ولادي. وقبل كده مشاكل كتير، ونقول لها عشان خاطر عيالك، والناس تقول لي عشان يعني ابو البنات كده تحمل عشان البنت تعيش وعشان العيال، وبنتحمل ونضغط عليها كل يوم ضرب واهانه وشتيمه. ما اقدرش اقولها لحضرتك، الشتيمه دي يعني شتيمه اهانه وسب ولعن، يعني شتيمه. فلسه رايح بقى بستغيث بيها، هي قايله لي هات توك توك وتعالى. الكلام ده كان امتى؟ بالليل امبارح. فواخد توك توك ورايح اجيبها، هي قالت لي قفلك على البوابه تحت، فرحت ما لقيتهاش، فبرن عليها واخد منها التليفون واخد منها حاجتها، ولا مش هتنزلي من هنا اصلا، هو يطلع. فبرن عليها على تليفونها، هو اللي رد عليا قال لي ايوه، بس قلت له التوك توك تحت خليها تنزل. قال لي لا يطلع بس دقيقة واحدة أنا عايزه. فطالع لقيته ماسك سكينة. كان حبس؟ كان حبس. اه طلعت أنت بقى فوق لقيته إيه؟ طلعت بقى قال لي بس اقعد وبتاع، ورحت قاعد. وفي يا بنتي لسه بتحكي لي؟ قلت لها يا بنت أنا قلت لك قبل كده، قلت لك قبل كده ما سمعتيش كلام، ورحت سحبت المحضر من ورايا. قوم هات هدوم. لقيته راح جايب السكينة وجاي إيه؟ عايز يداني في رقبتي هنا أهو، عاملها لي كده أهو في رقبتي، يا دوب أنا مايلت كده، أنا قاعد على الكنبه مش واخد خوانه، يعني عمري ما اعمل خوانه ان هو ازاي هيمد ايده السكينه عليا. فانا فكرته بهوس، انا بعمل رقبتي كده اهو، راح مداني في دماغي، قسم لي دماغي دي نصين كده اهو يا باشا، دماغي فتحها لي اتنين، الدم عمال ينزف، وده برجله وبايده وعمال ايه ده. وراح قمت وقفت، راح زقنا على ترابيزه بلاستيك مدوره، رحت متشقلب مرزوع في الحيطه وبرجله هات هات هات، الدم عمال ينزف. رحت استغيث عايز افتح الباب واطلع، ماسك لي السكينه وقافل الباب وقول لي مش هتخرج من هنا، انت مش هتخرج من هنا، خلاص ريقي نشف، انا عنده السكر، عنده السكر والريقي نشف، هموت. وحبسك انت وحبسني وحرفع عليا السكينه، قال لي هديها لك في بطنك ارجع ورا، هديها لك في بطنك هترجع ولا هديها لك في بطنك، مش عارف اعمل ايه. والاخر والاخر الجيران طلعوا راحوا واخدين بنتي والعيال الصغيره، الساكن اللي تحت محامي هو اصلا، قاعد عايز يغسل لي دماغي من الدم وبتاع علشان يداري الواقع يعني. قلت له لا انا مش هغسل، انا عايز اشم شويه هوا، مش قادر مش مخنوق. فروحت على البلكونه جري، قال لي طب تعالى اقف في البلكونه، مش عايزين يفتحوا لي باب الشقه. رحت في البلكونه، رحت مستغيث باخويا، قلت له الحقني انا محبوس في الشقه فوق مش عارف انزل، ودماغي مفتوحه ومتهان بالضرب جامد ومش عارف انزل، هات لي البوكس وتعالى لي بسرعه. فالمحامي دخل بلغه، راح لابس ومدور الجري جري لبس وراح مدور الجري. فنزلت بقى استنى البوكس تحت علشان ما يسالوش، وعملت المحضر. ما البوكس ما جاش، رحت واخد بتاع ده توك توك، رايحين على البتاع، رحنا عاملين المحضر بصراحه معانا بالواجب، ورحنا عملنا التقرير
والناس بسم الله ما شاء الله قابلونا مقابله كويسه وعملوا لي البتاع دوت التقرير الطبي وخيطت وكلام من ده ورجعت القسم قفلوا لي المحضر. ايه سبب الخلافات اللي ما بين بنتك وبينه؟ الخلافات حضرتك هو مش متوازن، هو ساعات بيجي له حاجه كده ما اعرفش بيشرب ولا في ايه، ما بتلاقوش في حالته. انا عمري ما شفت انسان في حياته كده. هو شغال ايه؟ كان شغال حلاق وصاحب المحل اصلا بتاع اللي هو بتاع العماره اللي مأجر فيه، خد منه الدكان وطرده لان ايه، عارف ان في تقريبا حشيش في قلب المحل فطرده من الدكان. فبعد كده انا ما اعرفش، مره يقول لي انا شغال سمسار، لكن انا ما اعرفش شغلته ايه. يعني شغلته ايه ما اعرفش. بس احكي لي كان بيعمل ايه في بنتك في خلال بنتي كان بقى لها قد ايه متجوزه؟ 7 سنين. في البدايه كنا بنروح واهله يبقوا موجودين ويقعد بقى مش عايز البنت تتكلم، يعني هو يقعد يقول اللي هو سمسار واخد على الكلام، بيتكلم كلام يعني ما كمبيوتر في الكلام واستاذ في الكلام. تيجي بنت بس تفتح بقها بازازه الميه وباي حاجه جنبه وقدام اهله وروح ضاربها فيها تطرطش علينا الميه وقلة أدب ووساخة، وقول لها أنا عشت كده وأنا كده وإذا كان عاجبك. خلف منها؟ مخلف منها 3 صبيان حضرتك. أعمارهم قد إيه؟ الأعمار كام يا بنتي؟ الكبير في سنة أولى ابتدائي داخل السنة دي، ده الكبير. التاني كام سنة؟ 3 سنين. أول مرة يتعدى عليك؟ والتاني 3 سنين. أول مرة يتعدى عليك كده؟ قبل كده كنا نحضر مثلا تيجي تحكي اللي هي، أقول لها طب احكي اللي حصل، لأنه كل كلامه طبعا كده. تيجي لسه تفتح بقها يجي تقوم هففها باي حاجه في وشها. انا كده انت مش عارف، انت مش محترمه نفسك، انت مش عارف ايه. اجي اقول له يا عم في، ما تسيبها تتكلم، يزقني يقول لي ما تخلينيش ابهدلك كده. يعني في حد يقول لجوز بنته كده حماه؟ يقول للحماه وامه بقى واخواته، طب معلش يا ابو نوره، طب اصبر، طب بس علشان العيال الصغيره، طب عشان البنت تعيش، طب ما ينفعش، طب ما اعرفش ايه. وهو اخر اهانه قدام اهله بيتعاطى. الله اعلم، ما هي دي باينه قوي لان هو ما بقاش في حالته. يعني انا مش عارف فيه ايه. وبنت استغاثت كم مره، مش عارف انا اتصرف، او بنت دي هيبقى مستقبلها ايه. انت كنت رايح تنقذ بنت؟ تجيني بقى الساعه 1 بالليل من غير وانا شلن، تطلع تستغيث بالجاره اللي فوق عشان تفتح لها بالبوابه، لان لا معاها مفاتيح ولا معاها حاجه. الجاره تشكر تنزل تفتح لها البوابه وتجيبها لي الساعه 1 بالليل لغايه البيت. ده طول ال7 سنين يعني اغلبيتها كده، اغلبيتها مشاكل من ده على طول، ما بتلحقش، ما بتكملش اسبوع. يعني الناس تتدخل وبتاع وكلام من ده، ويا ابني عيالك وعاملهم بالحسنى وبتاع، ما يجيبش عليه غلط خالص استاذ حضرتك في الكلام. ما حاولتش ان انت يعني تطلقها منه وتبعد عنه؟ حضرتك قدمنا البتاع ده، هي عيالها دول احسن من اي مخلوق في الدنيا. بتروح من ورايا تسحب المحضر وتجري وتقول لعيالي تقول لك اخد بالجزمه بس عيالي. طب واخرتها ايه؟ بنت ممكن تجي لي جثه، يعني ممكن بنت تجي له جثه. وهي جات لي قبل كده، بقول لحضرتك مضروبه بكرسي السفره ودمها غرقان وعماله ترجف. لا حول ولا قوه. هي معانا دلوقتي بنتك، هنعرف منها تفاصيل اكتر. طب تماسك اعصابك، تعالي كده حضرتك، خش يا بنت اتكلم، عرفينا بنفسك. اتكلمي. لا حول ولا قوة الا بالله. اتكلمي، امسكي نفسك واتكلمي. اسمها ايه؟ عرفينا ولا نسمة. امسكي نفسك يا نسمة، معلش. ايه اللي حصل لوالدك وايه اللي حصل لك امبارح؟ مفيش مشكلة عادية زي كل مرة. هو دخل من باب الشقة وقام واخد مني التليفون وقال لي اقعدي لي انا ما اسمعش نفسك خالص ولا تتحركي من مكانك خالص. وقام واخد التليفون قال لي لحد ما يظهر لك حد هنا، انت كذا وكذا وحاجات مش هينفع اقولها يعني. كان بيشتم. واهلك كذا وجايه من بيت كذا. وقام قايل لي انت هتفضلي قاعده قدامي كده لحد ما يجي لك حد. قلت له طب ليه؟ انا هلبس وهنزل. قال لي يلا روحي في نسيبه. دخلت جوه البست وجاي انزل قال لي لا اقفلي انا.
ابوك يجي لك هنا واطلعك قدامه ونبقى خلصنا. قلت له لا هو مش هيجي هنا، انا هنزل انا وامشي. قال لي لا هيجي لحد هنا واطلعك قدامه عشان نبقى خلاص كده وانزل على النت وتبقى خلصت. قلت له خلاص هيجي بس انا هنزل له تحت مش هطلعه هو هنا. قمت مكلماه قلت له يا بابا هات توك توك وتعالى لحد البيت وانا هنزل لك اهو. قال لي حاضر جاي لك اهو. جه قال لي لا هيطلع لحد هنا واطلعك قدامه. قلت له هي دي مشكلتك يعني؟ قال لي اه. فنزلت حذفت له المفتاح وهو طلع. قام بيقول لي في ايه؟ قلت حكيت له قلت له حصل كذا كذا كذا. تقول الوالد. قال لي اه، قال لي انت تستاهلي اكتر من كده عشان انا كذا مره قلت لك وانت ما بتسمعيش كلامي. يلا هاتي جهزتي حاجتك؟ قلت له اه. قال لي طب يلا قومي عشان ننزل. قام هو قايم ضربه بالقلم قدامي. ضرب ابوكي بالقلم؟ ايوه. قلت له هو كده انت بتعمل ايه؟ قام جاري على المطبخ جايب السكينه وجاي قفلت الباب علينا، بس كان الباب مش راضي يتقفل عشان كان مفتوح بالمفاتيح فالكالون بره. عمال ازق في الباب على قد ما اقدر. قام زي الباب جامد قمت واقعه. قام داخل لبابا وقعد يعمل له بالسكينه. قعدت اصوت لحد ما الجيران جم وقامت جارتي واخده العيال وجاري قام مطلعني وقام قافلين الباب بالمفتاح. جارك طلعك؟ ايوه. دخلت نزلت قلت لها والنبي انا عايزه اي اطلبي لي البوليس، انا عايزه اي حد يجي، انا عايزه بس انزل انا وبابا من هنا. كان بيعمل ايه في والدك؟ احكي لي الموقف اللي انت ما كنتيش قادره تستحمليه وبتصرخي وبتستغيثي بالجيران. كان ماسك السكينه وقال لي هقتلهولك. انا كنت احس انه كان ممكن فعلا هيروح مني. بعد كده أم ما اعرفش هم عملوا ايه فوق. انا فضلت اصوت عايزه الحقه باي حاجه، انا مش عارفه اعمل اي حاجه. جارتي ادتني تليفونها برن، انا مش عارفه اطلب بوليس ولا عارفه اعمل اي حاجه. بعد كده لقيته نازل لابس وبيقول لي انت كذا وانت كذا وانت كذا. والله العظيم لا موتهم لك كلهم واحد واحد. ومسك ابوك ونزل فيه بالسكين. احكي لي الموقف ده تحديدا. كمل ابو نسمة كمل. ما ادناش فرصة، داخل بالسكينة انا راس الطول الهايج. ولا حضرتك منشلها على رقبتي يقول لي هجيب كرشة احطها لك في رقبتك؟ يا دوب بعمل على رقبتي كده اقوم نازل على دماغي. انا ما ادريتش بالدنيا اصلا، نافوره دم وزقنا على ترابيزه بلاستيك. ترابيزه ما اتحملتش، ترابيزه صغيره. شايف ان في اثار خرباشه في كان عايز يذبحك ولا ايه؟ خرباشه من هو بقى يمسكني من زوري كده وانا واقع. ترابيزه وقعت بيا لان برجع لورا خايف من السكينه، برجع لورا بدافع عن نفسي. ترابيزه ورايا مش واخد بالها ورحت متكعبل. هي ترابيزه بلاستيك خفيفه قوي، لما وقعت عليها راحت متطربقه ودماغي لقيتها لزقت في الحيطه ورجلي فوق. لما رجلي فوق راح هو موطي بقى وراح ايه عايز يداني في رقبتي، فاعمل كده راح مداني في دماغي. لكن هي كانت القصد هنا في رقبتي وما خلصش على كده. شدني من القميص، لو وريتك حضرتك الصور بعد ما نزلنا القميص مفتوح اتنين. شدني من القميص وقال لي هموتك، مش هسيبك هنا الا موتك. نسمة بيعمل فيك ليه كده؟ انت بقالك 7 سنين في الخلافة. والله انا ما بعمل فيه اي حاجة، والله انا ما بعمل فيه اي حاجة. يعني انا اصلا يومي كله عبارة عن عيالي، بنزل اجيب حاجتي من السوق وبطلع اعمل الاكل وعيالي. ممنوع تروح لابوها، ممنوع تكلم اختها، والله ما بعمل فيه اي حاجة. هو بيجي بقى يقول لي انا باجي مخنوق من بره، انت وظيفتك تستحمليني. اشتكيته كذا مره للاهل وكده، قالوا لي استحملي. اقول لهم يعني هو ينفع اتشتم؟ انتوا ترضوا على نفسكم كده؟ قال ما كلنا اتشتمنا وكلنا عملنا عيشه عشان خاطر عيالي. الكلام ده كلهم بيجي من بره الساعه 2 3 بالليل. بيجي من بره بالليل 2 3، ما اعرفش بيجي مخدر ولا بيجي ايه، ضرب واهانه. وساعات يقول لها يلا غرفه نصيبه وبالرجل وبالاله، يقول لها يلا اطلع بره. في حد يطرد مرات الساعه 1 و2 و3 بالليل؟ قبلها باسبوعين حصلت مشكله ما بيننا وقال لي يلا يلا انزلي روحي عند ابوكي يلا البسي وانزلي.
قلت له لا مش هنزل، قال لي طب يلا قومي انزلي بدل ما اعورك وابوظ لك وشك ده خالص، عشان تعرفي ان انا ما كنتش عايزك واطلعك والله اعور لك وشك، انزلي كده احسن. ولبست ونازله واخده شنطتي، قام قال لي هات الشنطه دي بقى اما اشوفك انت سارقه ايه، اما اشوف مجايز انت سرقاني. قام فتش شنطتي قال لي مش سارقه حاجه، طب يلا انزلي. واخد منها المفاتيح من الشنطه والتليفون وكل حاجتها وننزلها الساعه 1 بالليل معاه شيلن ولا معاه مفتاح؟ ده امبارح ولا قبل كده؟ ده قبل كده. ده قبلها امبارح. بقى ايه اللي حصل؟ بقى له شهرين. امبارح ايه اللي حصل بقى؟ هو اللي حصل كده بالظبط. يعني كان حبسك ليه؟ كان حبسك امبارح ليه؟ ما كانش عايزني انزل، هو عمل كده في بابا تقريبا عشان ما انزلش. انا اصلا قلت له المره اللي فاتت في المشكله اللي فاتت، قلت له انا اصلا قاعده معاك بس عشان خاطر عيالي، انا لو ليا مكان اعرف اصرف على عيالي انا والله ما اقعد معاك. كل يوم هو اصلا مش امين كمان على عيالي، انا عيالي حضروا اصلا كل اللي حصل وكل اللي بيحصل. بيشوفوا اللي الضرب والاهانه اللي بيشوفوا كل حاجه، انا ابني عنده 4 سنين لحد دلوقتي مش بيتكلم. ودني كبير بقى بيقلده، بيعمل زي ما هو بيعمل بالظبط وبيقول زي ما هو بيقول. هو اصلا مش امين عليه. وبيقول لي انت اللي ما تنفعيش، انا عايزه اروح اشوف لي واحده انت اللي زيك تقعدي تحت رجلي كل يوم، واحمدي ربنا ان انا اتجوزت. طب ما فكرتيش في الانفصال من زمان يا نسمه؟ بقول له والله، ومعظم الوقت بقول له والله انا كرهتك، انا مش عايزه اعيش معاك، انا مشكلتي بس العيال، انا كل ذنبي ان انا بس خلفت منك، هم ذنبهم ايه انا مش عارف. انا عندي عبد الله 6 سنين وعندي زين 4 سنين وعندي عمر 3 سنين. بيقولوا لك ايه لما بيشوفوا والدهم بيتعدى عليكي بالضرب؟ انا ولادي مش فاهمين اي حاجه خالص، صغيرين بيتاثروا بكل حاجه هو بيعملها وبيقلدوه. قال لي انت اصلا لا انت فارقه معايا ولا هم فارقين معايا، وانا اصلا ما عنديش مشكله اعمل اي مشكله. ضربوا العيال الصغيره ازاي؟ كان بيضرب عياله؟ العيال الصغيره بيضربهم ضرب ازاي؟ ايوه بيضربهم. انا المشكله اللي حصلت من شهرين دي ما كنتش ناويه ارجع، واتفقت مع بابا وماما على كده وكانت الموضوع خلاص خلص. لقيت جارتي رنت عليا قالت لي تعالي ده جوزك حارق ابنك في ايده، وادتني اكلمه قال لي اه يا ماما بيضربني وحرق زين في ايده، وكل شويه ماسك الخرطوم عمال يضرب في زين وعمر. كان بيحرق ولاده في ايده ما بالنار؟ لا انسان مش طبيعي، انا عمري في حياتي ما شفت كده، يعني في حياتي ما شفتش كده. طب ايه اللي صبرك 7 سنين بيعمل فيك؟ انا مش عارفه اعمل ايه في العيال، انا مش عارفه اعمل ايه، انا حاسه اصلا ان كل الحياه باظت وكل الدنيا باظت، حاسه ان اللي جاي كله هيبقى وحش. انا مش عارفه اعمل اصلا ايه فيهم، يعني هو ابوهم انا كان في محضر قبل كده وقالوا لي ما تتنزليش، ورحت اتنزلت عشانهم هم، وقالوا لي خلاص، قالوا لي ماشي خلاص عيشي لعيالك وخلاص، وقلت ماشي وكده، وقلت جايز يتغير، انما هو والله ما يتغير، هو فعلا مريض، هو فعلا والله العظيم هو مريض، والله هو مريض. طب انت عاوزه ايه؟ اتحررتوا محضر امبارح، انت عايزه تكملي معاه ولا عايزه ايه؟ انا اصلا ما عملتش بقى، انا رحت دم عمال ينزف، فاكتفيت بالمحضر اللي انا عملته بس. هي عشان الحق الخياطه. انا مش عايزه حاجه غير حق بابا بس. انا عمري اصلا ما كنت اطلع ولا الناس تتفرج عليا ولا عمري ما كنت كده. انا بس عشان بابا واللي حصل كده. حياتك يا بنت هتبقى ازاي؟ لا حد لا يطيق حضرتك، ما ينفعش تيجي مثلا كل شهر تشوفني مثلا او تقعد معايا 5 دقايق، مانعها من الخروج نهائي. انت تقعدي هنا تحت رجلي زي ما امي كانت بتعمل لابويا، انا اتربيت على كده، انا اتربيت على تربيه ابويا. ابويا اول ما يخش امي تغسل له رجله، تحط له الميه السخنه وتدعك له رجله. انت المفروض اول ما اخش من الباب تعمل لي زي ما امي كانت بتعمل بالظبط. انت تحمد ربنا اللي انت عايشه وبتاكله وبتشربه، طالما بتاكله وبتشربه يبقى ملكيش حاجه عندي. تقف تحت رجلي في عيشه كده حضرتك؟ في جواز في الدنيا كده؟
مش عارف اعمل ايه حضرتك. بنتي خلاص، بنتي ممكن تروح مني في اي وقت، وانا ما عنديش استعداد ارجعها تاني. انا مش عارف مصيرها ايه، لان لو راحت ممكن تموت في اي وقت، فمش هينفع لما نستنى جريمه بنت تجيله جثه. هو كل ما بيعمل فيا حاجه الجرام دي بتنزل لي ودي بتطلع لي، ويجوا عشان يطمنوا عليا وبيبقوا شايفين وحاضرين كل حاجه. وحتى هي لسه مكلماني وقايله لي ده جه الشقه وعمال يمسح في الدم جوه. انا عايز اعرف دلوقتي بقى، انا عايز اعرف هو دلوقتي يعني ماشي وعادي، وكان هنا امبارح كان جاي عشان يشوف ايه اللي حصل هنا وشافوه هنا، وراح دلوقتي المنطقة. الشقه والمنطقه، انا كل الشارع وكل الناس شافت وحضرت في سكه زفته، كل الناس حضرت اللي حصل وكل الناس شافت اللي حصل كله، وهو عادي في الشارع وراح البيت ولا اكن في اي حاجه. احنا دلوقتي عملنا محضر، انا عايز اعرف بقى هو هيحصل معاه ايه دلوقتي. ان شاء الله بنشهد الاجهزه الامنيه بسرعه القاء القبض عليه. فيما بعد انا مش عارف، انا بقى يعني انا مستقبلي ايه، انا وعيالي، انا مش عارف. كمل اعمل حاجة. الدموع مش قادر، انا فضفض، انا السكر والضغط، انا مش قادر اطلع الكلمة اصلا، انا مش عارف اقول ايه. يعني السكر والضغط، انا مش متحمل، بس هعمل ايه؟ ده بنتي، يعني بنتي. انا سالك ولاد غيرها؟ ايوه، عندي بنتين مجوزهم غيرها. فعلا كتف بنتك؟ يعني انا كنت بتقول لي بره ان هو كتف بنتك وكان بيتعدى عليها بضرب مبرح كده، ضرب مبرح بحضرتك بكرسي سفره زي ان مكسره على دماغك. كان ضرب بسبب، كان بسبب والله شراب، فردت شراب، ما كناش بنتكلم مع بعض وكان بسبب شراب. قام بيشتمني، بقول له ليه تقول، انت تقول لي كده ليه؟ هو انا وحشه؟ يعني انا يتقال الكلام ده ليه؟ وحياه ربنا انا ما كده، ولا انا شكلي كده؟ انت كنت اتجوز حد يستاهل انت تقول له الكلام ده؟ واقعه الكرسي دي تحكي لي عمل ايه؟ قام قال لي، بقول له هو انا ينفع اغلط فيك؟ ينفع؟ انا مش كده، ليه انت تعمل كده؟ قال لي وانت تقدري تغلطي؟ وقام حادفني بالكرسي. انا ما حضرتش حاجه بعد كده، انا صحيت على الارض لقيت نفسي مليانه دم والارض مليانه دم. بقول له هو في ايه محمد؟ انت واقف كده ليه؟ هو في حاجه حصلت؟ فاي ما ببص للمرايه لقيت وشي كله متعور ووشي مليان دم ودماغي مفتوح. الكرسي ازاي؟ الصفرا نازل فيها فوق دماغها ووشها. قمت داخله لابسه وقلت له ضرب موت، مش ضرب، ده عادي. قلت له والنبي ابوس ايدك، هو الكرسي الزان ده يعمل ايه؟ ابوس ايدك سيبني انزل. يا جبلها ارتجاج في المخ. كنت حامل وقمت فاتحه. لا ثانية واحدة، ضربك وانت حامل؟ ايوه كنت حامل، وكنت في الشهر السادس تقريبا، في عمر الاخير. وقمت نازله جري على السلم، وقام نازل ورايا قعد يمسح لي في الدم على قد ما يقدر، قال لي والنبي اطلعي والنبي اطلعي. قلت له والله ما اطلع، ابوس رجلك سيبني امشي. وقمت جايه هنا، جه ورايا هنا تحت البيت، قال لي والنبي قومي اركبي معايا. قمت قايله له لا والنبي سيبني وامشي. قعدت انادي على بابا لحد ما خدوني ودوني المستشفى. سمعنا الصويت، نزلنا جري، راح ندور الجري. اول ما نزلنا راح ندور الجري. مش عارف. طب خلفتي منه؟ يعني المشاكل بدات في الطفل الاول، ليه وصلك ان انت تخلفي منه 3 اولاد؟ ليه وصلك ان انت تستحملي كل ده 7 سنين؟ انا كنت بسامح، وحياه ربنا انا كنت بسامح. كنت بتحبيك؟ كنت واخدين بعض على حب؟ كنت بحبه وكنت بحبه قوي قوي قوي. وهو عارف انا كنت بعمل، بس من كتر اللي هو عمله خلاص انا قلت له انت خسرت واحده كانت بتحبك من قلبها، دلوقتي انا بكرهها. والله انا ما بكره حد في الدنيا دي كلها قد انا. كل اللي انا قلت له، انا كل اللي انا نفسي فيه ان انا ابعد عنك واعيش انا وعيالي لوحدنا، انا نفسي اعيش انا وعيالي لوحدنا. كان يقول لك ايه؟ بيقول لي عايز انت تروحي في مصيبه وقدامك المحاكم، ايه اللي تعرفي تعمليه اعملي، وانا اجيب ستك الصبح على فرشك. تتفكروا انت تاخدوا حاجه من هنا على سريرك واجيب ستك هنا؟ كان يقول لها كده؟ كنت تستحمل الكلام ده؟ والله العظيم نفس الكلام ده حصل. كان يقول لك ايه؟ كان بيقول لي انا هجيب غيرك هنا. قلت له ما هي هتعرفك وبرضه هيبقى أنا، يعني هتضحك عليها في الاول وهتتغرف شكلك وبعد كده هتعشرك برضه وهتعرفك. قال لي ما عجبهاش عادي هطلق غيرها وهجيب غيرها وهجيب غيرها. معاه فلوس يعني بيفتري بيها عليكي؟ امال ايه شغال ايه؟ ساعات وساعات. ساعات بيجيب فلوس كتير وساعات بيبقى ما فيش خالص. شغال ايه هو؟ كان شغال حلاق
وبعدين اشتغل سمسار. والسمسارة وقفت ما عادش. طب الخلاف ما بينكو مادي بسبب خلافات مادية والمعيشة ولا؟ لا بيبقى معاه فلوس بيعمل اكتر من كده. عيالها ساعات بيناموا من غير عشاء. يعني كان الخلاف امبارح بسبب؟ مش سبب مادي. امال؟ بسبب هو اصلا من غير خلاف. يعني هو بيجي من بره، هو كان جاي وناوي ومخطط للي حصل ده. كان بداية اليوم عامل ازاي امبارح؟ احكي لي بداية اليوم كان عامل ازاي؟ بسبب مشكلة، بس انا مش حابة اذكر هي مين. تمام. عشان ما اعملهاش مشكلة، ومش حابة اذكر ايه هي المشكلة. صحيتم، فطرتم، كلتم، اتغديتم، خرج، رجع. رجع كده. بس يرجع كده ان هو يوصل والدك للمرحلة دي؟ ايوه هو عمل كده في بابا عشان اللي هو مثلا اللي هو انت جاي تاخدها، اللي هو انت فاكرة ان فيه، ما هو قبل كده قال لي هو انت فاكرة ان مثلا في حد هيحميكي مني، يبقى هاتيلي راجل هنا، انا عايز اشوف راجل هنا، والله يعورهم. انت اصلا ما عندكيش رجالة، انت مشكلتك ان انت اصلا، انا مش عايزة اتكلم فيكي. حضرتك انا عايزك تشوف الصور اللي فيها بهدومي اللي معموله غرقانه دم ولا المجزره. كنت تتوقع يوصل بيك الامر والمرحله توصل بينه وبين بينتك لهذا الامر، وان هو اتعدى عليك، وان هو عمري ما كنت يقول لها الكلام ده والاهانه؟ كنت في حياتي ما اتوقع ان هو يجيب سكينه ويخش عليا كده صروخ في حياتي. عايز ده كافر ابتي، يعني شيء انسان غير طبيعي. انا كنت في ذهول امبارح اصلا، مش مصدق، فكرته بهوش او بعمل، لقيته نازل غشيم، ما اعرفش ايه ده. انت بتقطع ايه؟ بتقطع في عظمه ولا بتعمل ايه ده؟ هو كل شويه في مشاكل مع ناس كتير، وشويه الاقيه جاي وجايب مسدس، وشويه الاقيه ان هو عامل مشكله وقاعد في البيت اسبوع، وحد جاب له سلاح كبير كده حطه فوق النيش عندنا. كان بيجيب سلاح؟ اه يعني في سلاح فوق النيش دلوقتي، ومش بيمشي غير بمطوه في جيبه. في سلاح كبير، معرفش انا ما شفتوش، بس هي بتقول لي سلاح كبير، معرفش قالي ده بقى ولا ايه. محطوط فوق النيش، في وسط الصاله، اول ما تخش على طول فوق سقفيه النيش. هي قالت لي حطه فوق سقفيه النيش، وقبل كده طبنجه كانت برضه محطوطه نفس الوقت فوق سقفيه النيش. طيب الامر بتاع بنتك يعني، انا مش عارف. انا لو جه سبول، انا ما اعرفش احنا في غابه يعني ولا انا مش عارف يعني احنا عايشين فين دلوقتي. انتوا واخدين قرار الطلاق والانفصال عنه ولا لو جه في صلح ومسائل الصلح؟ إيه؟ مصير بنتي ايه؟ انا حاليا انا عايزه حق بابا، وعايزه اتطلق، وعايزه عيالي، وعايزاه يبعد عننا، وعايزاه ياخد جزاء. طب لو هو جه صالحك زي كل مره، انت هتعمل ايه؟ عمره في حياته ما جه هنا. امال في حياته ما جه هنا؟ بيسلط علينا ناس من الحته يسترجونا، ومعلش وعشان خاطر العيال الصغيره وكلام من ده، وبعدين انت راجل مسامح وبتاع، وعشان خاطر عيالك في حد هيسبب لبنته طلقه. كلمه طلقه النهارده مش حلوه يعني، برضو عشان خاطر عيالك. اتطلقتي منه قبل كده ولا كان بيطلق شفوي كده يعني؟ طلقني كتير شفوي. طلقك كتير شفوي؟ اه كل حاجه على لسانه. انت طالق، انت طالق على طول على لسانه، اي حاجه انت طالق. ويرجع يقول لها بقى تاني انا رديتك عند شيخ وبتاع ودفعت فلوس وبتاع كده يعني. انت شغال ايه يا عم الحاج؟ انا كنت شغال استرجع حضرتك. والسكر زاد عليا قوي، فعندي هزه في ايدي، عندي هزه في ايدي ما بعرفش امسك حاجه دلوقتي. ليك بنات غيرها؟ عند حضرتك بنتين غيرها متجوزين، وعندي بنت وولد معاقين. بنت وولد معاقين. البنت عندها سكر مضاعف وراسي، سكر مضاعف وراسي، والولد عنده كهربا في دماغه. دول الصغيرين اللي عنده. الثلاثة اللي هم الأولانيين البنات اتجوزوا. بنتك دورها كام في المرحلة العمرية؟ ترتيبها الكام يعني، الصغيرة ولا الكبيرة؟ اللي مضروبة؟ اه الوسطانية الثانية. اخواتها البنات اللي هم متجوزين دول لما بيشوفوها وهي في الحالة عيطت على طول؟ لما شافوك في الحالة دي قالوا لك ايه؟ بنت جات لي القصر امبارح عمالة ترتعش ومش عارفة تقعد، عمالة جسمها بنفض،
اللي هي موجوده هنا حضرتك دلوقتي جسمها عمال ينفض. اجيبها لحضرتك تقول لك اللي حصل. جسمها عمال بنفض وترتعش مش عارفه تقعد. طبطبت عليها قلت لها انا سليمه يا بنت مفيش فيا حاجه. لما لقت منظري انا بالوضع كده كده زي المجزره زي ما يكون سلخانه. حضرتك انا بس ليا طلب تثبت لي الصور اللي هم لقطوني بيها قبل ما خيط. زي ما يكون مجزره عجل مذبوح ما تعرفش هدومي كلها دم برقبتي بوشي. انا ما كانش باين مني حاجه الا الدم بقى. كل الاصابات اللي في دماغك دي تقرير الطبي كان ايه؟ التقرير الطبي راح مخيط لي وكتب يعني عباره عن ايه الاصابات اللي في دماغك؟ الاصابه بقى مالها جنح انها سكينه وخلاص يعني كده. تمام تمام مش تمام. نافذ يعني. انت طلباتك ايه؟ انا عايزه حق بابا وعايزه عيالي وعايزه. عيالك فين دلوقتي؟ خدهم ولا معاكي؟ عياله هو اداهم لي عند مامته واخواته. خدهم مني. ما هو حضرتك لما كانت بتجيبهم بيقعدوا هنا اطفال صغيره عايزه لبن وبامبرز وبتاع بتقعد بالشهر عندها او بالشهرين مفيش شيلين بيبعتوا لها. وانا راجل كبير بصرف على قد ما بقدر بس ده اطفال لازم عايزه لبن وبامبرز وبتاع واطفال على طول بامبرز اللي بيتلحقش. فقلت لها بعد كده يا بنتي انا مش هتحمل انا اتحملك لكن انا مش هقدر اتحملك. الاهانه الكتيره دي انا مش هقدر اتحمل عليك. اجيب لبن ولبن بودره عيال بتصرف لبن ممنوع من الرضاعه عايزه اللبن وبودره العلبه ب 100 جنيه انا اجيب كل يوم 100 جنيه منين لعلبه بودره والبامبرز والبتاع انا بشتغل ايه عشان اجيب الفلوس دي كلها؟ يا بنت انا اتحملك بس خلي له عيال خلي له عياله يصرف عليهم دول عياله انا ما اقدرش اتحمل عيال ليكي وانت وعيالك. لان هو بيبقى مزاجه كده ان تاخد العيال ويقعد يرمح بقى وكلام من ده وهو عايز مع نفسه وباشا والعيال معاه وخلاص. مفيش يعني مش في دماغه هو نفسه بس هو نفسه بس. حتى في اللبس والحاجات دي عمره ما جاب لها جلابيه عمره انت تشوفه تقول باشا. بيعملها معامله غير ادميه. هو باشا بيجيب القميص اللي هو بالرقم بالحته بالبنطلون مش عارف ايه النضاره اللي ايه الجزمه اللي ايه وغير ممكن يغير مرتين وثلاثه في اليوم. يعني هو في دماغه ان هو ضابط مباحث. بقول لك الناس كلها في اعتقادها ان انا ضابط مباحث. بنزل النضاره والهدوم وبتاع والاماجه وعنطزه. وعنده استعداد يتكلم 100 واقفين. استاذ في الكلام غلطه ما بيطلعهاش كانه كتاب مفتوح بيقرا منه. استاذ اي حد يتدخل في مشكله تلاقي بقه ده مفيش اي مخلوق يعرف يتكلم لانه ما بيفصلش. استاذ اختم له بالختم النسر ان استاذ كلام وكله كده وتاليف لانه سمسار شغلته كلام مفيش حد قده في الكلام. بعد ما عمل في بابا كده قال له انا هطلب لك انا قافل عليك الباب وهطلب لك البوليس دلوقتي وهقول ان انت حرامي وجاي تسرقني. افتح يا ابني الباب عايز شم هوا للمحامي اللي هو طلع من عنده. قال لي لا تطلع فين ده البوكس جاي دلوقتي ده انت حرامي اصلا. يعني كان عايز يلبسك قضيه. اه هو مش عايز يفتح لي علشان ما انزلش بدم كده عشان انا ما انزلش بدم كده. لما قلنا لو نزلت بدم كده مش هيتساب يعني مع الحكومه مش هتسيبه. هو مش عايز نوصل للحكومه. كان عايز يحجزني وطلب امه واخته واخواته عشان يطلعوا بقى يرضوني ومعلش عشان خاطر العيال الصغيره وبتاع والحكاوي كلام الحريم وكلام من ده ويقوموا ضاغطين عليا زي كل مره واللي انا ايه ما اعملش حاجه. يعني اثروا عليا بالكلام. فللاسف امه ما كانتش وصلت لان لسه فاتحين الباب لقينا امه واخواته جايين بالتكاتك قدام البوابه. يعني بنفتح البوابه اهله بيقولوا لكم ايه؟ اهله لما كنا هناك تم معلش وبتاع يا ابني انت فيها تلاقي واحده زي ديت ده متحملاك هو في ايه؟ هو انت مش عارف ايه؟ انا ما كنتش جاي لك هنا تاني. وامه ست كبيره بقى وبتاع وكلام من ده ويمسكوا البنت بقى معلش يا بنتي كل الحريم كده واحنا ياما شفنا كده وكله بيتحمل كده وعلشان خاطر حماتك عايشه؟ ايوه عايشه. كانت بتقول لك ايه؟ كانت بتقولي معلش واستحملي عشان كان عاجبها اساليب ابنها. كانوا كلهم بياخدوا منه موقف ويبقوا معايا. قال لهم هو انا مش ابنكم هي اللي بنتكم وانا لا انتوا بتقفوا معاها وتقووها اكتر عليا. قال لهم لا اقفوا معايا حتى المره دي كانوا هم معاه هو
وقالوا لي ما تعيشي بقى يا بنتي عشان خاطر عيالك، هو ينفع كل شوية كده؟ ما احنا ياما شفنا. اقول لها يعني انت ترضي يحصل فيكي كده؟ تقول لي اه ما حصل فيها كده. قلت لها يعني جوزك كان بيشتمك بوالدتك ويقول لك الكلام ده ويعمل فيكي كده؟ قالت لي اه كان بيعمل فيها كده. قلت لها ايوه بس انا مش هقبل كده، انا مش هفضل طول عمري عايشه كده، انا عايزه اعيش بكرامتي. انا مش هعيش معاه كده. قالت لي انت اتغيرتي؟ قلت لها اه انا اتغيرت، ايوه انا اتغيرت بعد كل اللي هو عمله فيا ده. ايوه انا اتغيرت، انا اللي ما كنتش عايزاه بقى، كفايه بقى عليا. حاج طلباتك ايه؟ في طلباتي حق وحق بنتي بنت اهم مني. انا مش عايش على الدنيا اليوم لو لسه سنه مش عايش الثانيه، لسه اموت وبنت دي مش فيها ايه، اموت ولا العب سنه ليه؟ بنت ده هيبقى مصيرها ايه؟